سجل تفضل. بطلب من اهالي هاي البلد يضبوا البقر تبعهم اللي عندهم بقر يضب البقر تبعهم. عم بيصير في تونوت، عم بيصير في ناس عم تنقتل هون على الشوارع بس عشان عنيان تبع اللي عشان عنيان انه فش حدا عنده هون جنس الاحريود. كل واحد عم يحط بقر عم يفلت بقره، ناس في بلتي احرايم، ناس عم بتموت على الشوارع هون علشان هاي العالم. صور طلع شو صار مع السائق اللي عنده بقرة يضبها، اللي عنده بقرة يضبها، مش بس بدي يبيع لحم يعرف يضب اللحم. طيب شو وضع السائق تبع السيارة؟ وضعه منيح يعني، شنس وضعه مش خطر، وضعه بسدر. ايش المشترى لهون؟ ايش فيش حدا بيتبيل، في مسبار على البقرة، كل مخلفين مسبارين مستمتع حكيم على الناس هون. انتوا حاولتوا تدوروا على صاحب؟ حاولنا ندور على صاحب البقرة، انا هسه يشيد بدي اروح ادور على صاحب البقرة وبدي اعرف مين اصحاب البقرة اللي هون اللي بيظلوا يعملوا هالاشياء. فش ناس بيظلها رايحة على شغلها 24 ساعة رايحين جايين هون الناس، وفش حدا عنده جنس الاحريوت هون يشيل البقر على الجانب. وبطلب من بخلال بطلب من ماعز ساعة ما المجلس يلاقي انه ماعز ايش تعمل قديروت هون عشان الناس ما يصيرش في اكثر من هيك مساكين. ما شكرا لك، ونحاول احنا كمان نساعد من خلال الموقع في الموضوع. وسلامته السائق. شكرا لك.